في موضوع المنتخب، لان الموضوع الناس كبرت الموضوع ان الحضري رجع بقوه المنتخب مصر، الحضري رجع بالاعتزال الدولي، الحضري رجع. اكيد اي لاعب في مصر مش عصام الحضري يتمنى يكون موجود في منتخب مصر. معروف ان هم في 23 لعيب، او معروف ان في هيكل اساسي عند منتخب مصر زي ما كان بيحصل معانا قبل كده. موضوع ان ابقى موجود في منتخب مصر مش منتخب مصر، انا يمكن الحمد لله حققت انجاز يتحسب لمصر مش للحضري، ان يبقى اكبر لاعب على مستوى العالم يكون بيشارك في كاس عالم، ده بتحسب لمصر. هنفتح على طول كاس عالم موجود شغال، وهيتقال الحدث ده لمصر.